لكن في تقييمك للكوره الوداد ومازيمبي كانوا فرقتين تقال قوي قوي في اللي بيتفرج على الكوره واللي متابعهم. يعني الوداد خلص الوداد ومازيمبي فرقتين تقال قوي خرجوا، يعني تحس ان البطوله يعني مكتوبه لنا ان شاء الرحمن، لكن مش معنى كده ان انت تستند ان الوداد ومازيمبي خرجوا، لا طبعا. الدور بتاع حضرتك، الدور بتاع حضرتك لازم تأديه، الواجب بتاع حضرتك ما حدش هيأديه غيرك، دي رساله لكل اللعيبه، ركز بقى في بكره. ولينا النهارده دروس يا كباتن، لينا النهارده دروس. الوداد بيخرج من الثاني اللي هو وفاء الصيف، واول اغسطس بيفوز على مازيمبي الاول، والترجي بيفوز على النجم الساحلي الاول. يبقى الدور اللي علينا يا كابتن شريف، يبقى الدور اللي علينا ان احنا بكره ان شاء الله هننزل وكأننا خسرانين في لقاء الذهاب 2-0. بكره لازم اكسب 2-0 يا كباتن، ما اقدرش انزل الملعب بكره وانا متعادل. اي جون فينا يقلب الموازين ويخليك انت عصبيا ونفسيا مش عارف تلعب في المباراه، وخاصه بعد النتيجتين دول. ده اللي حصل مع مازيمبي، مازيمبي جاب جول في الدقيقه 12، يعني ده ما ينفعش. وبعدين اتعادلوا، توتروا جدا، التوتر بقى يحصل، والسرعه في نهايه الهجمه والباص المقطوع علينا كونتر اتاك تاني، انت عارف الدنيا بتلوص. فانا لازم بكره النهارده اكلم لعيبتي النهارده اقول لهم احنا متاخرين بهدفين اللي هم يعدونا الدور ده. الحاله اللي احنا شفناها انا يمكن تكون حاله قدريه جدا، النهارده مازيمبي والوداد يطلعوا بره. انا اقول ده عدل ربنا، عدل ربنا ان احنا السنه اللي فاتت اتظلمنا ظلم باين من الحكام، ظلم باين من كل حاجه. انا السنه اللي فاتت يعني انا عايز اقول لك على حاجه، ما ابتدت البطوله السنه دي زي ما كنت انا بقول ايه، احنا عندنا رد شرف، احنا عندنا ريفنج مع البطوله دي، احنا اتسرقنا، احنا كنا الاحسن السنه اللي فاتت، ومهما الظروف اللي حصلت فينا والتاخرات اللي بتحصل فينا من اصابات وما زلنا بنعاني من نفس الحاجات دي، انما قصه ان انا اروح العب على ملاعب انا مش عارف العب عليها كوره والحكام كمان بيعملوا فيها، انا حاسس ان دي شيء قدري من عند ربنا انه بيقول لي، لان ان بيقول لنا ايه ان شاء الله البطوله بتاعتكم زي ما كابتن سيد بيقول. ليه؟ لحاجه واحده، لان الوداد احسن من السنه اللي فاتت السنه دي، وبيلعب كوره احسن من السنه اللي فاتت، واقوى من السنه اللي فاتت، وشكلهم في الملعب حاجه تخوف. انت لما سالتني في الحلقه اللي فاتت قلت لك وفاء الصيف والوداد دول في الفاينل اي واحد فيهم، وده الخوف من عندنا، والاثنين لا يقلوا عن بعض، وان كان اتمنى ان وفاء الصيف يبعد الوداد. فدي معجزه ان النهارده فعلا الفريق بهذا الشكل، كمان ان هم زي ما انت قلت 300 كره بالعرض، الراجل بيحطها في ايده الجون، والجون ايه الجون اللي هو ما بيغلطش ولا غلطه، ده هو قاطع، تحس انه ديفندر وحارس مرمى وبيعمل كل حاجه في الكوره. ده توني النهارده مصطفى عادل ان هم حارس المرمى يعني. وفاء الصيف واول اغسطس بيثبتوا يا كابتن اسامه ان الحارس في بعض الاوقات مش نص الفريق، ده كل الفريق في بعض الاوقات. طبعا النهارده توني ده يا كابتن 10 محاولات على المرمى صعبين جدا، لو في واحده منهم دخلت ما تلموش ابدا. لكن كابتن شريف قال نقطه في منتهى الاهميه خاصه بالوداد، بس اضيف له حاجه، بس المدير الفني للوداد او الوداد تاثر بغياب فوزي البنزرتي. انت عارف فوزي البنزرتي كان هو اللي ماسكهم في دوري المجموعات كله، ايوه معظم دوري المجموعات كله، بس مسك المنتخب التونسي. الثاني كان اسمه جمال اللي خد مننا، كان اسمه ايه اللي خد مننا البطوله؟ عمود، اسمه عمود. عمود عمود ده كان حقيقه كان مدافع قوي، يعني كان بيقفل قوي، بيعرف يقرا. لا هو كان في ميزه كبسايب، بيقرا الخصم كويس، كان بيقرانا كويس. طيب يبقى الثلاث ثواني في اليوم الاول للدور الثمانيه خرجوا الاوائل، تمام. يبقى لنا عبره، او عندنا عبره من مازيمبي ومن الوداد، عندنا عبره من المازيمبي والوداد. عايز اقول رساله والكباتن يعني يضيفوا ليها او يعني يختلفوا معايا، ابدا المباراه حاول تجيب جون بدري، لو ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بجون عززه، ولو ربنا سبحانه وتعالى اخر جول مفيش توتر ولا عصبيه خالص اطلاقا، ولا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله برضه لو في لا قدر الله اي حاجه دخلت في مرمانا مفيش برضه مشكله خالص اطلاقا، انت بتلعب لحد اخر ثانيه. عايز تضيف في الحته دي يا كابتن سامي قبل ما نتكلم في الحته الفنيه؟ لا لا، ان انت اتكلمت فيه وكابتن شريف اتكلم فيه، هي دي صعوبه الصفر صفر، يعني رغم ان هي نتيجه جيده خارج ملعبك ولكنها بتفضل مقلقه لغايه لما بتجيب الجون الثاني، لانه تبقى كسبان 1-0 وناقص مثلا 20 30 ثانيه وتلاقي مثلا كره جت فيك او ناقص 5 دقائق او 3. ففعلا تعزيز الهدف مهم جدا ان شاء الله، وزي ما انت قلت بالظبط انا معاك، حتى لو العكس بقى الهدف اتاخر او لا قدر هم تقدموا بهدف، موضوع سهل، وياما احنا مرينا بالظروف دي وكسبنا ماتشات كده يعني. طيب
بلال عايز تضيف حاجه في النقطه دي قبل ما نروح للتعليق؟ مفيش كابتن سيد غير هو بس مباراه النوك اوت دايما هي مباراه ال 90 دقيقه، مش مباراه الدقيقه ولا الدقيقتين ولا الربع ساعه الاولانيه. زي ما اتكلمت وقلت، انت بتبتدي المباراه بتبتدي ضغط على الخصم، لازم تدي له مسج في الاول. المباراه صعبه عليه جدا، وهي الفرق وعادت برضه، خد بالك الفرق الافريقيه انك لما بتخوفها في الاول وبتركب الجيم البدايه ممكن تفضل تراكب جيم طول المباراه. لو اديته مساحه واديته فرصه واديته وقت في الملعب ان هو يشتغل عليك، هيصعب عليك الامور بشكل كبير جدا. كل الفرق الثمانيه اللي صعدوا كلهم فرق كوره، مفيش فرق فيهم بتشتت، حتى الفرق اللي هنلعبها بكره فرقه كوره، ما ينفعش تديهم مساحات في الملعب، لازم بدايه المباراه تضغط عليهم. فرق الكوره دايما لما تضغط عليهم بتتعبهم قوي، فمطلوب من النادي الاهلي بكره ان هو يبدا في بدايه المباراه ان هو ضاغط على الفرق اللي قدامه. طيب، واحد بعت لي رساله على التليفون بتاعي بيقول لي طب انا ومراتي واولادي يعني لابسين كلنا تيشيرت الاهلي، ابعت هعرض كل الصور اللي موجوده، اسريه، اطفال، شباب متجوزين، مخطوبين، يعني ولد عنده اسبوع، عنده اثنين، عنده شهر، عنده شهرين، بكره اهلاوي. نفسيه ابنك مهمه جدا 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 في الوضع، في الاعتبار. خليك زي ما قلت لحضراتكم، يعني دايما الرموز والقدوه والاخلاق والكلام والبطوله والشخصيه والقياده، كل ده يعني ابعته او ارسله في ابنك من هو صغير. خليك اهلاوي وبكره اهلاوي. نروح لتقرير ونكملين بقى في الامور الفنيه مع كابتن شريف وكابتن اسامه وكابتن بلال.